بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عقد منتدى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حضروا رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين. كان القضية المهمة جدا ما صاحب قضية النيرة اللي قتلت في المنصورة وبعض وسائل الإعلام ونشرها صور الجريمة، فكان ضروريا نتفق على وضع ضوابط معينة حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات اللي بتسيء للقيم الدينية وبتسيء للقيم الإنسانية وبتلحق بالضرر بأهالي الضحايا. تم الاتفاق على أمور مهمة جدا. الأمر الأول دعم حرية الإعلام والرأي والرأي الآخر والمناداة بصدور قانون حرية تداول المعلومات، لأن ده هيساعد كثيرا في أن وسائل الإعلام تحصل على المعلومات التي تساعدها في أداء مهمتها. الأمر الثاني كان متعلق بأكواد إعلامية لابد من صدورها، إعلام الآمن للطفل، خصوصا أن الفترة القادمة الأطفال بيتعرضوا لغزو ثقافي من كثير من المنصات المدفوعة، يعني لا نريد ذكر أسمائها، ولكن في نفس الوقت كان في مطالبة بأننا نضع قواعد وضوابط لهذه المنصات، خصوصا لو علمنا أن أحد هذه المنصات حجم المشتركين فيها في مصر حوالي 6.5 مليون. هذا الغزو الثقافي بيؤثر في هوية الأطفال والشباب، فلابد من وضع ضوابط، وإحنا فعلا كمجلس تفاوضنا مع الشركات واتفقنا على وضع ضوابط تتفق مع القيم الدينية والقيم الثقافية المصرية والعربية، حتى يعني نساعد في أن المضمون الإعلام اللي بيقدم للشباب والأطفال يكون مضمون آمن. الأمر الثالث أهمية التدريب وأن تعقد دورات تدريبية مستمرة للإعلاميين. الأمر الرابع أننا دراسة التجارب الوسائل الإعلامية الناجحة زي المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة، كيف يؤثر الإعلام التقليدي في الإعلام الجديد ويكون بينهما حوار. ده من الأمور المهمة جدا، لأن الإعلام الجديد هو بيستحوذ على نسب كبيرة جدا من الرأي العام. الأمر المهم إطلاق حملات توعية تشارك فيها كل وسائل الإعلام، بتتطلب رفع حالة الوعي لدى المواطنين ولدى الناس بكل معانيها وبكل أشكالها، لأن الفترة القادمة إحنا هنواجه فيها كثير من الشائعات وكثير من صور الخروقات القانونية والخروقات الثقافية اللي بتتعرض لها المجتمعات. تم الاتفاق على أن الجلسة دي تبقى في جلسات متكررة في الفترة القادمة، هنتناول قضايا بعينها، والمجلس وعد أنه هينتهي في غضون أيام من تحديد القوانين والضوابط اللي بتحكم التعامل مع المنصات الإعلامية الجديدة. إحنا عايزين إن إحنا أستاذ كرم نخرج من هذه الندوة، إن إحنا لازم نحط آلية. هل لجنة مشتركة تشوف الأسباب وكيفية مواجهتها؟ لأن إحنا برضو لازم إن إحنا ندخل الجامعة وندخل المدارس ونعمل ندوات تثقيفية وتوعية، الهدف منها التوعية لكل، لأن أنا شايف الجيل ده عنده السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ده حاجة افتراضية، فإحنا عايزين بقدر الإمكان لازم نخرج من هذه الندوة بأن احنا نحط آلية للتنفيذ عشان نوعي الناس، نوعي الطلبة، لأن في يعني حوادث كتيرة جدا غريبة عن المجتمع بتاعنا. فأنا أتمنى أن احنا يبقى في توصيات، والتوصيات دي تكون توصيات قابلة للتنفيذ، عشان يبقى احنا ما نبقاش بس مكلمة فقط، احنا عايزين نحول المكلمة دي إلى آلية للتنفيذ في الفترة القادمة لمنع انتشار العنف. يجب على هذه المنصات ان هي يعني تحصل على موافقة المجلس. الحقيقة لما نتفليكس جت في مصر سألناهم سؤال واحد، كيف يمكن ان تتعاملوا مع محتوى قد يكون مخالفا لقوانين الدولة؟ الحقيقة ان الاجابة اللي احنا سمعناها من نتفليكس كانت اجابة اكثر من مرضية، عندما قالوا نحن نعمل في دول كثيرة ونحترم قوانين الدول، وإذا كان الأمر ممنوعا أو منصوصا على منعه في قوانين هذه الدول فنحن بنكتفي بإشعار من الجهة المعنية ذات الاختصاص، وإذا تلقينا هذا الإشعار بنقوم بالتعامل معه فورا. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر سيعمل على وضع الضوابط التي تحمي المجتمع من أي خلل ممكن يحدث.